في الحالات الطبيعية وحيث الدماغ يهيمن على كل شيء، على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، يحتفظ كل منعكس شوكي بدارته الخاصة والمستقلة عما سواها. فتنبيه ساحة منعكس شوكي بعينه يطلق استجابة حركية خاصة بهذا المنعكس، هي استجابة وحيدة مفردة لا تكرار لها، نوعية تخص المنعكس المخصوص بالدراسة، هي استجابة مضبوطة الشدة والقوة وفي الجهة ذاتها حيث وقع التنبيه. بالمقابل، في أهذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي، هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة، أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل. هي تشبك وتربط العصبونات الحسية مع العصبونات الحركية ساكنة القرن الأمامي للنخاع الشوكي وفي ذات القطعة منه. بالنتيجة تتشكل دارة عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل، هي دارة وظيفية شاذة، هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي. عند تنبيه هذه الدارة الناشئة تنطلق الإشارة العصبية مباشرة من المستقبل الحسي إلى العصبون الحسي، فالعصبون المحرك السفلي فالعضلة الهدف. هنا ونتيجة لغياب الدماغ وظيفيا، لا تخضع الإشارة العصبية لعمليات المعالجة والتدبير، بل تصب مباشرة كامل حملها من الطاقة في حضن العصبون المحرك السفلي، فتكون استجابة هذا الأخير عنيفة مفاجئة غير موضوعية لا تتناسب وقوة المنبه نفسه. وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاشتدادي شديد القوة.